السلام عليكم. دلوقتي في الفيديو ده هنخلص اخر جزء خاص بالادفانسد اس كيو ال، الجزء الخاص بالاسيرشنز والفيوز، هاو تو كرييت سيمانتيك كونسترينز، ونخلي دي بي ام اس تيك كير اوف يعني، وازاي نقدر نعمل ديفرنت فيوز للديتا بتاعتنا. اول حاجه خلينا نراجع مع بعض ان انا عندنا اما جينا اتكلمنا على انواع الكونسترينز اللي على الريليشنال موديل، قلنا في الاول ان احنا عندنا كونسترينز اساسيه اللي هي الانتيتي انتجريتي كونسترين والكي كونسترين والريفرنشال انتجريتي كونسترين، وقلنا ان في عندي كونسترينز خاصه اسمها السيمانتيك كونسترينز بتبقى خاصه بالبيزنس، يعني حاجه اكسترا انا عايزه الدي بي ام اس تو تيك كير اوف يعني، وايه ولو حصل اي فايوليشن يقول لي عليها. هنا من هنا جت استخدام فكره ان احنا نقدر نعمل الايه الاسيرشنز. اسيرشنز فكرتها ان انا ازاي سبيسيفاي سيمانتيك كونسترينز عشان الدي بي ام اس يقدر يقدر ياخد باله منها. طيب عشان نشرح الاسيرشنز هاو تو رايت اسيرشن انا اسيرشن يعني، خلينا نبص احنا الكونسترين ده هنعمل له ديسكريبشن ازاي. انا عايزه اد كونسترين على الداتا بيز بيقول ان السالري بتاعت اي امبلوي المفروض ما تبقاش ازيد من السالري بتاع المانجر بتاع الديبارتمنت بتاعته. سنتكس وايز تعالوا نراجع مع بعض، نبص مع بعض. اول حاجه انا بكتب كلمه كرييت اسيرشن، كرييت اسيرشن از سنتكس، وبعدين بدي له نيم، ده الاسيرشن نيم بتاعي اسمه سالري كونسترين. وقبل ما تبص على تشيك ونوت اكزيست تعالوا نبص على الكويري اللي جوه. الكويري اللي جوه ده بيعمل ايه؟ السيلكت ستيتمنت دي المفروض ان هي بتجوين التيبل بتاع امبلوي مره از امبلوي ومره از مانجر ومع التيبل بتاع ديبارتمنت، وادي جوين كونديشن بتاعنا اهو. وبعدين بتعمل ايه؟ بتقول لي ريتيرن كل الامبلويز اللي السالري بتاعتها جريتر ذان السالري بتاعت المانجر. يبقى انا كويري ده المفروض بيعمل ايه؟ هو بيرجع الفايوليشنز، يعني كويري ده المفروض ان انا بكتبه عشان ارجع الحاجه اللي انا مش عايزاها تحصل. انا اصلا عايزه اللي انا محتاجاه ان كويري ده الريتيرن بتاعه دايما تبقى امتي، مفيش موظف سالري بتاعته اكتر من المانجر. تمام، يبقى انا بكتب الكويري اللي هيرجع لي الفايوليشن وبكتب قبليه نوت اكزيست، نوت اكزيست عشان انا فعلا عايزه الريتيرن بتاع الكويري ده يبقى مش موجود، وقبليه بكتب تشيك. تمام، يعني تو ريفيو انا بكتب كلمه كرييت اسيرشن وبدي له اسم، وبعدين بكتب تشيك اي وانت تو تشيك ايه ان الكويري اللي هو السيلكت ستيتمنت دي از نوت اكزيست. اوكي، يبقى انا البيزك تكنيك فور رايتنج ساتش اسيرشنز از تو سبيسيفاي كويري ذات سيلكت اني تابل ذات فايوليت الديزايرد كونديشن. انا هو ده اللي انا بكتب الكويري اللي بترجع لي الفايوليشن، وبعدين بحطها بين نوت اكزيست كلوز اند اي وانت تو تشيك ان دايما الكويري ده يبقى ايه يبقى امتي. اخر حاجه موجوده معانا اللي هي الفيوز. اتفقنا لما كنا بنتكلم على الداتا بيز والكاركترستكس بتاعتها، قلنا ان واحده من اهم الكاركترستكس الموجوده ان انا اقدر ابروفايد ديفرنت فيوز اوف داتا، ان انا اقدر اشوف الداتا بشكل مختلف، زي بالظبط الترانسكريبت اللي بيطلع للايه للستودنتس اللي بيوضح التقديرات بتاعتهم والجريدز والكلام ده كله شكله عامل ازاي. دي حاجه ليها ديفرنت فيو للداتا، هو بيكولكت الرو داتا من اكتر من حته وبيعرضها لي. فخلينا نتفق الاول ان الفيو بالنسبه لي هو حاجه اسمها فيرتشوال تيبل. يعني ايه فيرتشوال تيبل؟ يعني هو نوت ا بيز تيبل، يعني هو مش تيبل اساسي مش موجود فيه الرو داتا بتاعتي، هو تيبل انا اللي بعمله عشان اشوف فيه الداتا بشكل معين. اي كانت انسرت ابديت ديليت اي داتا موجوده جوه الفيو ده، لان هي اكشلي هي مش موجوده، انا بجيبها من حتت ايه من حتت تانية. تو يعني تو ديفاين ا فيو، يعني انا بستخدم السنتنس اللي اسمها كرييت فيو. كرييت فيو دي بكتبها وبعدين بكتب اسم الفيو اللي انا عايزه اعمله، يعني ده الفيو نيم بتاعي، وبعدين بكتب اس، وبعدين بكتب السيلكت ستيتمنت. ايه السيلكت ستيتمنت دي؟ دي الداتا اللي انا هعملها انسرشن جوه الفيو. يبقى انا بكتب كلمه كرييت فيو، بكتب اسم الفيو، وبعدين اس، وبعدين بكتب السيلكت ستيتمنت. طب السيلكت ستيتمنت دي مثلا في الحاله بتاعتنا دي هترجع لي ايه؟ هي هتريتر اسامي الموظفين في كل مشروع وشغالين كام ساعه، الجوين 3 تيبلز، ودي جوين كونديشنز بتاعتنا، وبتريتر اسامي الامبلويز، اسم البروجكت اللي هما شغالين فيه والاورز. المفروض دلوقتي ان انا هيطلع لي فيو ده الشكل بتاعه في فيرست نيم ولاست نيم وبي نيم واورز. اما بدبل كليك على الفيو، بدبل كليك على الفيو، المفروض ان اللي بيحصل ان بيحصل اكسكيوشن للسيلكت ستيتمنت دي. اوكي، هل يعني انا اقدر اد
الفيرست نيم ولاست نيم والبروجكت نمبر والاورز بتاعت اي حد جوه الفيو، لا. بس انا لو عملت اي تشينج جوه الورك اون او البروجكت او امبلوي وجيت عملت راننج للفيو وعملت دبل كليك للفيو كمان مره، المفروض ان التشينج ده انا هقدر اشوف. اوكي، الفيو التاني هو نفس الفكره بالظبط، هو بيقول الديبارتمنت بتاعتي فيها عدد موظفين قد ايه والسام سالري بتاعتهم قد ايه، دي سيلكت ستيتمنت. بس هو الفرق بينه ده وبين ده ان هو بيرينيم الاتريبيوتس بتاعتي اللي هتبقى، يعني بيسمي دي نيم ديبارتمنت نمبر، بيسمي كاونت نمبر اوف امبلوي، بيسمي السام بتاع السالري توتال سالري. انا اقدر اكتبها بطريقه تانية ان انا وانا بسلكت هنا هقول سيلكت دي نيم از ديبارتمنت نمبر، count asterisks as number of employee والسام سالري as total salary، فهي دي just renaming. فده المفروض ان هو بيرجع التابل بالمنظر او الفيو بالمنظر ده، تمام كده. اخر حاجة معايا ان انا الفيو انا مقدرش اتفقنا مقدرش اعمل عليه insert و update و delete but I can select from a view. يبقى انا الفروم statement بتاعتي دي، الفروم ستيتمنت بتاعتي دي الفروم ده انا ممكن اكتب فيه هنا يا اما فيو يا اما اكتب داتا تيبل عاديه. فهو انا اقدر اسلكت من الفيو عادي لان الفيو ده هو فيه داتا، فانا عايزه افلتر الفيو ده ارجع الحاجه اللي انا انترستد فيها بس، فانا بسلكت الانفو دي من الفيو وير ان وان اوف ذا اتريبيوتس بتاعت الفيو اسمها برودكت اكس، تمام. طيب زي ما خدنا بالظبط ازاي نكرييت فيو وان احنا نقدر نستخدمه، برضو انا اقدر ادليت الفيو. عشان ادليت الفيو انا استخدم الدروب زي ما استخدمناها واحنا بندلت ايه اي بيس تيبل موجود عندي او ادلت الداتا بيس، اتفقنا ان انا عشان عين الاستراكشر ده من عندي انا بستخدم ايه الدروب ستيتمنت، فانا اقدر اعمل دروب فيو وادي له اسم الفيو اللي هو هيعمل له دروب، تمام كده. انا خلصت المفروض كل الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الادفانسد اس كيو اف. لو عندكم اي اسئلة او اي حاجة ممكن نجمعها ونبعتها وانا هرد عليها تاني، وهرد على كل اسئلتكم. شكرا.